مواصلة إن شاء الله تعالى في هذه الذكرى في هذه المناسبة، وهي مناسبة زواج أخينا عمر حفظه الله تعالى. فإن شاء الله تعالى نقف مع بعض الوصايا بالنسبة للزوجين. وما ذكر قبل الصلاة هذا بالنسبة لمن يريد الزواج ولمن يقبل عليه، وبالنسبة لمن جاءه من يريد كريمته، فهذه كمقدمات ووصايا بالنسبة للزوجين قبل الدخول في الزواج. أما بعد الزواج، الزوج بعد يعمل الدعوة والوليمة ويعقد ويمسك المرأة من يدها ومشى بيته، ففي وصايا للزوجين، وصايا مهمة جدا مأخوذة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله 5 أو 6 وصايا نقف معها. الوصية الأولى تقوى الله سبحانه وتعالى، لأنه يا جماعة الزول بعد يتزوج سواء كان رجلا أو امرأة، فإن الله تعالى قال: لتركبن طبقا عن طبق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حالا بعد حال، حالا بعد حال. انت كنت طفل، وقبلية كنت جنين، وقبلية كنت نطفة، وهكذا وكبرت، وبعد ذاك بقيت شاب، والله رزقك اتزوجت، بعدين دخلت في مرحلة ثانية من مراحل الحياة إذا صح التعبير. ولازم تبعد جيد، زمان كنت عزابي ترى، وبتساهر ولاف في ساي، يوم تبيت مع صاحبك يوم، المهم لاف فيه. مما تتزوج بعد الأمر بيختلف، لأن الله تعالى قال: لتسكنوا إليها. زمان لاف في ساي، هسي بعد بتسكن بتستقر، ودي مرحلة جديدة من مراحل الحياة وأنت مسؤول عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومما ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: والرجل راع، أي في بيته، وهو مسؤول عن رعيته. تمسؤول بعدين، والإنسان ما دام إنه يتزوج بعد تمر به أشياء، مرات تفلس، مرات تبقى غنيان، مرات تبتلى بأمراض وكذا في البيت. فإذا أردت المخرج فعليك بتقوى الله سبحانه وتعالى. إذا أردت المخرج من الكروبات والمصائب وأردت التوفيق فعليك بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه. والتقوى باختصار تفعل الطاعة وتجتنب المعصية، بهذا تتقي عذاب الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليه وبطاعته وباجتناب معصيته سبحانه وتعالى. تتقي الله مش بيتك تجيب فيه ديجيتال، والمرأة تسوقها بتوب كرعيها مكشفات توديها تقول له ماشي لصاحبي زيارة وسايقة معاك، تدعشوا في صينية واحدة كلكم ويتونس معاه وتتونس معاه وتتونس مع زوجته وكذا وشا وحاجات وبلاوي والشعر كاشف، ده كله انت تتقي الله سبحانه وتعالى. مرة دي تكون لابسه الزي الشرعي، تكون ما شاء الله هيبه وتكون في قمه احترامه وانت تراعيها وكذا وكذا وكذا، بعدين ما تدخل لها معاصي في البيت، تلفزيونات مسلسلات واغاني
والموبايل فيه مصائب، ده كله يا جماعه انسان يتقي الله سبحانه وتعالى. وخات سفتك وتلقي سيف متزوج، تلقى بيت سفته ده ذاته مصائب. الله الذي لا اله غيره، بلاوي وشايل له حاجات يا اخي، دي بنت محترمه يا اخي اللي يا اخي الحاجات دي كيف؟ والله الذي لا اله غيره. فتتقي الله، دي واحده يا جماعه. الوصيه الثانيه من الوصايا الصبر. لأن يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام قال عن المرأة أنها خلقت من ضلع أعوج، من ضلع أعوج. مرات في نكد في البيت وفي مشاكل، مرة تمشي الجيران تشوفهم مرطبين والستائر كيف والسرائر كيف، وبت الجيران مرة الجيران ملانة ذهب، وانت مفلس شغال في شغال في الملجة ولا في محل، وبعدين تسوي لك مشاكل، ما جبت لينا وليهون أحسن مننا بشنو، والرجال مرقوا السوق وانا ما مشيت السوق ذاتي، ما بالشغله دي ما ابتله وكذا. ولذلك انت تصبر، المره مرات دار صبر. وفي رجال برضو بالنسبه للمراه، في رجال برضو دارين صبر، واحدين مدعبين برضو، مراسيلهم كثيره ويسوي الشاي والجبنه والجنزبيل كثير، وينظروا في البيت. والرسول عليه الصلاه والسلام قال خيركم خيركم لاهلي. الموضوع ده يا ما دار صبر، والله تتحمل وتكون زول أسد، والمرأة دي تديها الكلام الطيب وتونسها وتضحكها وكذا. يا أخي مخلت بيتها أبوها وأمها وأخوانها وجات تقعد معاك، أنت بفلسك ده جات تقعد معاك، أنت ما تحسين ليها، بعدين أنت مسؤول عنها. تصبر وتتحمل وتديها الكلام الطيب. والنبي عليه الصلاة والسلام في رياض الصالحين بوب الإمام النووي رحمه الله بابا فيما يباح من الكذب. كذب ده حرام، وزول كذاب ده ما يؤخذ منه دين، والله كما ذكر الإمام مالك رحمه الله فيما نقل عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، أربعة لا يؤخذ منهم العلم، منهم الكذاب والذي يكذب في حديث الناس. لكن مع الزوجة الأمر بيختلف. إن كان في بعض الناس قالوا لا المقصود كذا المعاريض والمقصود كذا وكذا، لكن في حديث أم كلثوم رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أباح هذا الأمر في ثلاثة أشياء: في حديث الرجل لزوجته، والزوجة لزوجها، وفي الحرب أنها خدعة، وفي الحرب، وفي إصلاح ذات البين. يا المرأة دي ممكن انت تزاك تقول لك الملاحظة كيف؟ يقول لها ملاحظ طيب، انت تقول لها الملاحظة طيب يا اخ ده ملاحظ عجيب مرة واحدة، وملحه بكون كثير، عجيب مرة واحدة يقول لها ملاحظ طيب يا اخ. وفعلا الملاحظ من الطيبات ما من الخبائث. ولذلك انت وتسألك انا كيف؟ قول لها يا اخي انت اجمل مرة في المحل دي كلها، انت قصدك البيت ما قصدك البلد وكذا يعني. فانت تقول لها كلام طيب يعني. ولذلك انت في نهايه المطاف يا جماعه الصبر، الحياه الزوجيه دي دار صبر، وانتوا عارفين الزول مش يتضجر ويتحمق وانا الليله ما بخليك واصله وهي المساله رجاله، رجاله مع المراه واحد تلقاه مشنج ومتعصب وقاعد بالفنيله داخليه وشاد يد يا زول في شنو ذاته؟ مرة دي بالراحه خاجت معاك يا خميس أقرب محل اشتري نص دستة بتاعت كبابي بتاع الشاي نص دستة بس، جيبها لها أقول لها هدية يا أخ، لا يا أخي أنت ظريفة عليك الله الكبابي دي، والله جبتها لك مخصوص، تتكيف تشيل الكبابي وتغسلها ينضاف يكون تغسل جايين لك، ويمكن تملاين لك شاي، تلاقي مالك تصبر يا أخي. يعني الإنسان يصبر، وبعدين الزوج برضو المرأة تصبر عليه. يا جماعة دي وصايا برضو للنساء، يعني الزوج إذا اشتغل ما لقى قروش تصبر يا أخي، أنت صبر يا أخي في جوع صبري شوية، والله بيرزقك يا أخي. في سوداني ربط حجر تلاقاه قن، أنا ما أشوف نزول حجر رابط له حجر، ناس يا زول ما الناس ما أكلوا وشاروا ومرتاحين يا أخي، والله الناس تشكر الله سبحانه وتعالى. وحاجات كثيرة جدا يعني. ولذلك دي نمرة ثلاثة يا جماعة من الوصايا المهمة بالنسبة للزوجين: حفظ السر.
الخلاف والاختلاف بين الزوج والزوجة وارد، الاختلاف ده ما وارد، ممكن تختلفوا في حاجة بسيطة تختلفوا فيها، لكن في النهاية وأنا شايف الوصية دي مهمة والله، لأنه كثير من المشاكل اللي بتمر بينا من أسبابها إنه الزوج والزوجة بينشروا مشاكل للناس، يعني مما ضايقها طوالي تتصل بأمها، قالوا يما ما شفتي وعمل كذا وكذا وصاحباتها وأخوها وهلا وبلاوي شديدة جدا وناس كتار نسأل الله العافية، وهو نفس الشيء يمشي يشكو عليكم السلام، تلقاه يمشي يشكو مشاكله للناس ولأمه، تلقاه قاعد مع ناس أمه ولا مع ناس أبته تلقاه يشكو مشاكله. يا جماعة الزول يحفظ السر، وإنت لو دار مشاكلك دي تنتهي دائما ما تحكيها لزول، معليش صاحبك ده بعيد ما عنده علاقة بأهل زوجتك ولا كذا ولا كذا، تمشي تشاوره، لأنه الله قال وأمرهم شورى بينهم، ولأنه ممكن يديك رأي تستفيد منه، لكن أي مشكلة تمشي تقعد لك نفرين بيناتكم وثلاثة انفار. المرحلة دي يا جماعة مرحلة قبل الطلاق طوالي، الله قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ثلاثة مراحل، التين بعد ذاك ثاني فابعثوا حكما من آله وحكما من آله، مش أقل شيء طوالي جاري. بعدين يا أخي المرة لما تمشي تكلم أهلها الشكل المغرب، هكلمت أهلها طوالي أمها غضبت شالت الحمية هناك في البلد، هل عيش النازل الصالح، هل عيش الزول مرق برا جاب له ربع باسطة وقالوها سوى ويأكل فيها في البسبوسة، افتحي خشمك سنونك كبار وها بقت كويسة معك، هذه برضو ترسل لها ربع باسطة في بصبي وديها بالليلة، المرة دي أها أمها دي حلوها كيف المشكلة دي، ودي بتملى لك البلد، بتي في الغربة، في غربة في الخرطوم دي، بتي في الغربة وضيعوها ومسكينة ومظلومة، يا مرة معقولة كان الله مرماك كمان في نسيبة زي دي، مشكلتك طويل. فالمرأة يا جماعة دي وصية والله أنا من جوا قلبي بقول لأي زوج وزوجة، هسي انت تزوجت طوال المرأة دي قل لها أنا دار أديك ثلاثة حاجات، أول شيء خلاف بيني وبينك نرجع للكتاب والسنة لأنه نحن مسلمين، اثنين ما تمشي تشتغلي بتحاريش الناس يجيبوا لك كذي وعملوا لك كذي وانت مظلومة، وطبعا الزول لما يقول لك انت مظلوم ما تفكر مظلوم في شنو، بس بيبقى زي والدبرك الطقته مطرة بيصدق انه مظلوم، والله انا مظلوم فعلا، انت مظلوم في شنو يا زول، في شنو مظلوم ذات التفيه بلاه زي. وثلاثة توريه انه السر ده البيني وبينك ما زول يعرفه، والله يا جماعة زول ما يعرفه. مرة يا اخي الله قال في القرآن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، تعال شوف بعد قال شوف، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، تحفظ السر وتحفظ زوجها تحفظ نفسها، هي ما تمكن غيرها من الرجال من نفسها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأدت زكاة مالها، أو قال صلى الله عليه وسلم وحفظت فرجها أدخلها الله جنة ربها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا جماعة تحفظ السر وما تكون نكدية أي شيء تنشره. يا أخي في حديث جميل جدا وده رسالة والله للنساء وللرجال كلهم، حديث جميل جدا في صحيح البخاري ومسلم واتفقا على صحته من رواية أنس رضي الله عنه، والإمام النووي أورد في رياض الصالحين في باب الصبر، قال أنس رضي الله عنه كان لأبي طلحة ابن يشتكي في امرأة صحابية جليلة اسمها لغبة أو كنية أم سليم، بعضهم قال اسمها رميساء أم سليم، وأم سليم دي والدة أنس ابن مالك أمه يعني، وبعد أبوه يتوفى اتزوج أبو طلحة رضي الله عنه صحابي جليل،
أبو طلحة عنده منا ولد، اللي هو الولد ده أخو أنس يعني لأمي من أمي. بعدين الولد ده كان يشتكي عيان، القصة دي مهمة جدا في البخاري ومسلم، وفي روايات في مسلم مفردة وفي روايات في البخاري. بعدين الولد ده كان يشتكي، فخرج أبو طلحة فمات الصبي، الولد مات. فلما رجع أبو طلحة من الليل بعد العشاء قالت أم سليم رضي الله عنها: لا تخبروا أبا طلحة حتى أكون أنا أول من يخبره. شو المرض صابرة كيف وثابتة، كيف كان الله اداك مرض زي دي انت في خير كثير. قال أنس رضي الله عنه: فلما جاء أبو طلحة قالت أم سليم رضي الله عنها: واروا الصبي، الصبي ده واروه، دسوا، ماتوا، ما سوى الجوطة والفريق ويحلل وسواد ليلو. هذول كانوا صحابة ديل ما ناس عجيبين يا أخي، ناس طيبين يا أخي. بعدين قالت: واروا الصبي. فلما جاء أبو طلحة قال: ما فعل الصبي؟ ما كان عيان. قالت: هو أسكن ما يكون. هادي قالت له، هادي ده يعني شنو؟ هي قصده إن قصيدة إنه مات، وفهمته إنه يعني كأنه نام، يعني كأنه نام يعني، هي ما كذبت. قالت: هو أسكن ما يكون. ثم حضرت له العشاء فتعشى، صنعت له طعاما فتعشى، ثم تهيأت له. المرأة دي شوفها كيف، ده ولدها. فتهيأت له حتى أصاب منها، لحد ما نام معها أو اضطجع معها رضي الله عنهما. فلما أصاب منها قالت: يا أبا طلحة، مرأة عجيبة، قالت: يا أبا طلحة، لو أن قوما أعاروا قوما عارية، الدون عارية، قالوا لهم الآن يدي استخدموها وجيبوها راجع، ثم جاءوا فطلبوا عاريتهم، زي الأمانة العارية قريب منا يعني، قالوا رجعوا لنا حاجتنا، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: إذن احتسب ابنك عند الله، الله اداك له والله شنو أخذه منك سبحانه وتعالى. فغضب أبو طلحة رضي الله عنه، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعرستم الليلة؟ هكذا في البخاري ومسلم. قال: نعم. قال: بارك الله لكما في ليلتكما. قال أنس رضي الله عنه: فولد لأبي طلحة ولد سموه عبد الله، وسموه عبد الله. قال البخاري رضي الله عنه رحمه الله، قال البخاري رحمه الله: قال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد من ولد عبد الله المولود كلهم يقرأ القرآن. الله بارك لهم. الشاهد من القصة دي شنو؟ شوف المرأة دي موقفها شنو؟ يعني انت ممكن تسافر الزمن ده تجي راجع البيت، المرأة قبل ما تجر نفس، انت اول ما جيت داخل بس تلحقك الليستة بتاعت المشاكل، جت اول ما جيت السهريج كبة بيجاي، والطفل ده تعبنيه، والملح كمل. يا اخي انت بتخلي لي انا زايك، انت بتسافر زايك، قول شنو ما بعرف، قول ايه. لكن شوف المرأة دي حكيمة كيف، وشوف ذاته فهمة، وشوف صبورة، وشوف الثبات. قالك تهيأت له وكذا وكذا، دي فائدة للنساء. الزوج ده جاء تعبان من برا تكريميه وكذا، المشاكل خلاها شوية والمشاكل بتنتهي. المشاكل في سوريا وفلسطين وفي السودان وفي أي محل، ولا كيف يا عمنا؟ الموضوع بيمشي إن شاء الله. الوصية الرابعة دي عمنا، الله يحفظ. فروا
أيوة دار تديهم كلمتين. أبشر يا عم. طيب إن شاء الله نواصل وما فضل الكلام كثير، بعد ذاك نعلق على كلام الشيخ الذي ذكره إن شاء الله تعالى. الوصية الرابعة جماعة من الوصايا التعاون على البر والتقوى. البيت ده جماعة الزوج والزوجة يتعاونوا على البر والتقوى. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لأنه يا جماعة لو نظرنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاءه جبريل عليه السلام ذهب إلى خديجة رضي الله عنها، وخديجة ذهبت به إلى ابن عمها وهو ورقة ابن نوفل. فزول يا جماعة دائما زوجته دي إن بقى الصالحة بتعين على الخير، وهو إن بقى صالح بعين على الخير، يذكرها بالصلاة، يقومها قبل الصبح وكذا، وبعدين يجوا يتدارسوا سوا في البيت، يفتحوا كتب يقروها سوا يتعلموا، والمرأة تنشر الخير بين الناس في الفريق بين النسوان يعني، والزوج ينشر الخير بين الرجال في الفريق وفي غيره. فزوجتك دي ادعاهم معاه على الخير، ما تدعاهم معاه على الشر، ما تبقوا ونستكم فتن وفلانة طلقوها وفلانة ما بعرف ايه وما شفت فلانة وما شفت فلان وما شفت كذا وكذا وكلام غيبة ومعاصي زي وشر، ولا تبقى تحاريش انت توغر صدرها على اهلها وهي توغر صدرك على اهلك، وتبقى مصائب زايا، وتقعدوا سوا تحضروا المسلسلات وتمشوا الحفلة سوا وجايين وماشيين وبلاوي زايا الناس. والله بذلك والله الذي لا اله غيره تعاون معها على الخير، جيبوا كتب يا اخي اقروها في السير في العقيدة في الفقه، والناس ان شاء الله ان شاء الله تنشروا الخير. خمسة يا جماعة وأخيرا، هؤلاء الأبناء، الله لو رزقك ولد أنت وهي لو رزق ولد، الولد ده تعلم الدين. عشان كده رب العزة والجلال قال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إلى آخر الوصايا. تعلم الدين الولد، تعلم التوحيد من صغير، لا يمش لقبة يشيل التراب يتبرك به، لا يعتر الجنة ينادي الشيخ يا مكاشف يا برع يا كباش يا صايم ديما يا فلان. والكلام ده يا جماعة ما نبز، أي زول يفهمه نبز ويمرق يتضايق يمرق يراجع نفسه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فارق الدنيا أبو بكر رضي الله عنه، حافظين الثلاثر ده، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا شنو قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ما في صحابي قال لي تنبست. نحن أسي لو قلنا للناس زي ما قال أبو بكر رضي الله عنه في النبي عليه الصلاة والسلام، لو قلنا في شيخ من المشايخ الليلة، المشايخ عندهم هن الدنيا تقوم وما تقعد، تقول لنا هذا الله ما تنادي برعي، يزعل يقول لك السفيدة يجيبوا البرعي، ونحن نبذناه وقلنا لك نادي الله ما تنادي السفيدة شنو يعني الكلام ده بزعل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا غلام لابن عباس رضي الله عنهما في الترمذي، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الله يجزي خير، جزاك الله خير. إذا سألت فاسأل الله، ما قال لي أسألني أنا، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، الأمة دي ما فيها المشايخ ديل بتاع نفس ديل، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولا نقترب على العقيدة، ما سمعت في القرآن أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، ما قال لون البقرات أبقوا على 10 والواطة دي مهمة ما تبيعوها والحديد ده زايد عرباتكم ما ولا البهايم ده كله فارغ زاز واللي كلام دنيا زاي كله بقى بنام انتهي. صحابة ديل والأنبياء ديل ما أنبياء هم ولا العقيدة والتوحيد. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، ده همون ما تعبدون من بعد التوحيد والعقيدة والعبادة، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. مات مرتاح طوالي، مات مرتاح، ما شفت أولاده رباهم كيف، ما شفت يوسف عليه السلام قال لهم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، لا رباه على التوحيد من صغير، رباه رموه في البير هو ثابت على التوحيد، ما شاء هناك قريب 40 سنة بعيد من أبوه، لما الفتنة ظهرت له هناك ما وقع فيها لولا أن رأى برهان ربي، لأنه عقيدته في الله تمام، لأنه موحد ولأنه دهمه شاف علم الدين والعقيدة، المرأة ولدها تعلم الدين مش يخوفوا به فارغة زي يا أخي أنا بدقك والبعاتي في بعاتي في البلد دي ولا برا البلد دي بعاتي بتاع شنو، والسفنجة دي مقلوبة صلحها ما تقلبها علينا، في سفنجة بتقلبها على ناس يا ناس، والطفل يعلقوا له كمون يقولوا بيحفظ كمون بيحفظ وكمون بيسرقوه ذاته، كمون ذاته اللي يحفظ نفسه بيسرقوه ذاته، يسرقوه ذاته في نفسه، ويعلقوا لك حجبات يقول لك حراسات يا ناس شارون عقيدة زينا ما بيعتقد شارون هناك الرئيس الأمريكي ده ترامب ده ولا اسمه ترامب ما عنده عقيدة زي يا أخي تعتقد عقيدة زي دي، بارتيز بتاع الفرنسا ما عنده حارس بتاع فرنسا ما عنده يا أخي، أنت عقيدتك يا أخي حجبات حجبات معلق لك حجاب وده بتاع سكين وده بتاع مطوى ويا جنح حجابك ده ما يقطعوا منك، وانت خايف على الجنح معلق له حجاب وخايف على الحجاب بيحفظ الجنح ما يقطعوا منه، ده فاهم شنو يا ناس، والمرأة تلقاها موهومة المرأة يقول لك والله ولدي ده مشيت لي فكي فلان اوعى تمشي لي فكي، اسمعي كلامي ده أنا. وقرن في بيوتكن، الله قال كذي سبحانه وتعالى، فكذا مجرم تمشي له فكيه، فكيه يقول لا انا بديك جنة والمرة سمحة انت يديك التراب، يقول لك هاك التراب ده اكسحه في بحري وانت بتغرق في بحري بتغرق في بحر عديد، تمشي تكسحه التراب في خشمك ده، خلي للمرة تمشي تكسح التراب ومرة تمشي الله الذي لا اله غيره، قبل ايام واحد من اخواننا سايق ركشة والله حكى لي قصة لليلة أنا بفكر فيها لليلة، مرة هنا دي درمان هنا دي مشهد مجتمع ذاته ما بعين على الخير، 4 سنة ولا 3 سنة ما أنجبت، واحدة جارتها قلعت من وين ما بعرفه ذاته جارة زي ذيك أنا الله بتلاق بها، المرة البتين باقي توبة ده تلفحوا في الشارع وين لفحتي جوا نحن التوب ده عندنا في راي خلي تلفحوا باقي في الشارع شايلاو تلملم فيه وكذا زي السيوتر وجاياك ماركة دي بتجيك ماشية في جنبه دي أختها والله الذي لا إله غيره، وأنا عندي شيخ هناك جنب سواق أم درمان ده بدي جنة وما فيها مشكلة لو رقدته سوا، معقولة والله المرة مشت غشاء بناء لا شهر وكذي بقت غشاء والله الذي لا إله غيره، بقت تزعل الحكم الشرعي شنو ماشية تسقط يعني يتعلم آلام زي دي يا أخي ليه عملوا فينا كذا يا أخي، الحمد لله أعراضنا ما بيصلوا لكن ليه يا أخي نحن ما بنتعلم للمسلمة لما تمشي تتغشى غشة زي دي يا أخي بجهلة
وإلا لو دي فاهمة ذاتها مشكلة، ذاتها في عقيدتها مشكلة كبيرة جدا. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الدعاء المغيب بنعرف الرائحة، بنعرف الغنماية وين، وبنعرف ده وين. دجالين كلهم كذبة وندجنا. أنت بتدجنا؟ أنا أصدقك أنت ولا نصدق القرآن؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ومرة تمشي لفكي دي ما فيها خير، والله لو بقت قروشة جت بتوزع على المساكين ما فيها خير، لو بقت تكرم مرأة ما فيها خير، لو بقت بتطيع زوجها ما فيها خير. تمشي لفكي شوف لي الرائحة وسوي لي وعمل لي، وما محترمة زوجها. أي مرأة تمشي لفكي ما محترمة زوجها، لأنه لو زوجها هذا ما لعينه ما مشت لراجل تاني. أنا ما ممكن تعتر تقول يا فلان الحقنا وراجلة جنبها، معناها ده شو؟ معناها ده ما مالي عينه. لو مالي عينه جاء الحرامي بيصحيه أول شيء، تدعو الله تصحيه يا راجل قوم شوف الحرامي. لكن يبينوا الصنيار وانت ماشي معاه تعتر تقول يا فلان الحقنا، والله فلان ده لو جنبه وانا تنادي وتخلينا انا دي عندي معاه كلام كثير، تخلي اخي تلقوا قاعد واحد اتصل بي من منطقة في النيل الأبيض دي ما يسأل ناس أنه ده ما براو، بعدين الباقيين ده اتصل بي قال في كوستي والله الذي لا إله غير، قال المرة زوجة واحد درويش ومشى للشيخ قال له 4 سنة ما أنجبتها، قال له تشريب المحادي ولا تلبس الحجاب ده حتين تلدو، والمرة دي منغبة تكشف وشها، شو المجرم ده؟ قال لا تكشف وشها عشان تلد. أجاب على أخت الوجه سيب الولادة شو؟ أنا دار أعرف أجاب الوجه للولادة شو؟ وجاب الحجاب للولادة شو؟ الكفار ذي لسي بعرفوا حجاب وحرام عندنا نحن المسلمين ذاته حرام، هم بعرفوا ما قاعد يلدوا؟ ما شايف الصينيين ذا اللي بيشابهوا كيف؟ مرات تيمان الناس بيلدوا يا كفار تلقاهم يا أغنى كلها جماعة قائد، والله يدخلوها الفكا يا ذيل في البلد دي. الله يمرقها، أسأل الله يمرقها، أسأل الله يمرقها، أسأل الله يرد الأمة دي للحق ويردها للعقيدة الصحيحة. يا أخوين التوحيد يا أخ في البخاري، يا أخ هاجر عليها السلام زوجة إبراهيم قالت له إلى من تتركنا؟ خلى زيدا إلى من تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لن يضيعنا. أمش قالت لك أنا الله أمرك ما بضيعنا، لأنها موحدة عقيدتها صحيحة، مش تفزع لفلان وعلان وإنت في الغربة هي تجارة للرجال يا فلان والفقي فلان وعلان. يا ناس ولا التعلم على التوحيد والعقيدة الصحيحة يعظم الله سبحانه وتعالى، عشان محل ما يمش يكون عقيدته تمام وذاته تكون رقابته في الله تمام. يا ما شفت المرأة في زمن عمر رضي الله عنه ماشى زوجها مشى الجهاد، هي قاعدة في غرفتها، عمر رضي الله عنه جاب الطريق من غرفته قالت أبيات عمر سمعها رضي الله عنه، قالت تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني ألا ضجيع ألاعبه، ألاعبه طورا وطورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه، يسر به من كان يلهو بقربه لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه، فوالله لولا الله لا شيء غيره. والتوحيد ده كيف يا أخي؟ فوالله لولا الله لا شيء غيره لنقض من هذا السرير جوانبه، ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه، مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. دي مرة نجيضة زي دي موحدة تراقب الله سبحانه وتعالى. طفلك تعلمه على التوحيد، ما يعلق حجاب، ما ينادي فكيه، ما يتبرق بتراب، ما يمشي له قبة، وزول مات. نادي بتفهم كيف؟ وزول مات. المات ده يا جماعة لو ادوه قروش قال له دخلها في جيبك، عنده جيب؟ لابس له كفن، عنده جيب؟ هسي في ناس يفهموا الكلام ده نبز، وينه النبز؟ وزول مات كفن، لابس كفن، ما عنده جيب ذاته. لو اديته قروش يخدها فيه، خليه يجيب لك قروش ويجيب لك حاجات وميت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. أهم شيء التوحيد، أهم شيء في عرس، في طلاق، في وفاة، في حياة، ما
وفزات وما يتلموا فيها. المهم الناس توحد الله سبحانه وتعالى. كلام عمنا ذا الآن هو موجود، كونه يدعو الناس لغض البصر ذا كلام طيب وكذا، نحن ما بننكره ما بننكره. الناس تغض بصرها والله قال كذا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أما شيخ أبو زيد وطارق اليسع وفلان وفلان وفلان، الناس ذيل باختصار شديد جدا، أنا في نهاية المطاف ما بندعوك لأي جماعة، الناس ذيل نحن مختلفين معهم والله الذي لا إله غيره. ناس يدعو للتوحيد أخواننا ما في مشكلة تمام، يدعو إلى السنة أخواننا، أما يجيبوا أهل البدع زي محمد حسين يعقوب ويجيبوا منو ومصائب مشاكلنا معهم موجودة في النت والردود على موجودة، هذا ما مجال لذكرها. لكن احنا عشان ما نفوت مسألة ساي، يعني ما أدعو الناس لأنصار سنة ولا لصوفية ولا لإخوان مسلمين ولا لجماعة من الجماعات، ندعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. الكلام ده شين لا تبقى أنصار سنة، وإذا يقول لك أبقى أنصار سنة نبقى شنو، مركز عام ولا إصلاح ولا نبقى جمعية ذاته ولا الحق مع منو ذاته؟ الناس تبقى كتاب وسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لا تبقى تكفيري لا تبقى سروري لا تبقى إخواني لا تبقى حزب أمة ولا تبقى مع لمة، تبقى مع الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. وإنت يا عمنا أقبل الحق زي ما خليت دعاة الشرك وبقيت أنصار سنة، خلي أنصار السنة وقعوا في بدع وبقوا بتاع سياسة وكبار ويمشوا للصوفية زي إسماعيل عثمان، وده ذاته ناس الإصلاح ديل. الشيخ أبو زيد مطر ده شيخ، ده من شيخ مطر اسمه مطر يا عمنا جزاك الله خير مطر، ده قال نحن الصوفية ما بنقبل فيهم وأنصار السنة ما بيقبلوا في الصوفية والصوفية ما بيقبلوا في أنصار السنة، ده كلام زول بيصدقوا. ولا المشكلة مع الصوفية في جماعة صوفية ده، لا جماعة زول بيقول إنا بخطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل، ونادي إسماعيل ده موافق الدين ولا مخالف الدين؟ والله قال لك في المصائب نادينانا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ده مثال واحد والكلام يطول، وأنا شايف الجو بدأ يتلغم قبل ما تقوم غنبلة. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وأنا متكيف جدا والله من العريس ده من أخونا وكيل برضو ثابتين وكل الحضور القاعدين بعد القاعدين استمعوا لنا، ونساء برضو بغادي شكلهم برضو بيستمعوا، الله يثبتنا وياهم ووفقنا وياهم واعملوا بالوصايا دي، والله يزوج للأيام واليتام والمساكين، وفي واحدين برضو بندعو لهم يتزوجوا لكن ده ما وقته يجيب مشاكل. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ويا عمنا بريد أقبل الحق جزاك، السلام عليكم ورحمة الله.